سمعت الشيخ. يقول السائل: ما الحكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان؟ يقول: ما الحكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان علما أنه قد أخرج من الحب اللي بستين مسكينا، فهل هذا يجزئه؟ الجماع في رمضان محرم، لا يجوز الرجل أن يجامع في رمضان وهو من أهل الصيام، بل يجب عليه الامتناع من ذلك، وعلى المرأة أن تمنع من ذلك، لا يجب لهما جميعا، وإذا فعل فقد أثم وعليهما التوبة إلى الله وقضاء اليوم والكفارة وهي عتق رغبة. فمن عجل صار شهرين متابعين، فمن عجل أطعم 60 مسكين 30 صاعا لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد من تمرين أو غيره. هذا هو الواجب على من أتى أهله في رمضان، وعليها مثل ذلك، هي مثل ذلك مع التوبة إلى الله وقضاء اليوم، لأن هذا منكر عظيم. نعم.